ده رمضان تايمينج رائع وتوقيت مميز جدا ان الواحد يبتدي ياخد قرار انه يغير الوحش اللي فيه. أيوة. ويدعم الحلو اللي فيه. بعدين يعني مثلا هضرب لك مثال، في ناس مثلا ما بتلعبش رياضه بانتظام، لكن تيجي من اول رمضان تحسيها ايه، بتبتدي نوعا ما تلتزم. الناس اللي بتدخن بشراهه بيحاولوا يقللوا نسبيا. صحيح. الناس اللي ناسيه ان في حاجه اسمها مصحف طول ايام السنه بيفتكروا ان في مصحف وبنمسك المصحف شويه اللي قبل المدفع نقرا جزء او جزئين، فكل الحاجات دي تبقى حلوه جدا وبتدي خصوصيه شديده جدا لشهر رمضان. وبالمناسبه وحلو ان احنا نتكلم في النقطه دي يمكن في اول يوم من ايام الشهر الفضيل. احنا دايما بنعاني في شهر رمضان بصفه خاصه من تفصيله الاسراف تحت مسمى الكرم الزائد. يا ريت النقطه دي كلنا ناخد بالنا منها في هذا الشهر، لان في فعلا شعرايه رفيعه جدا بتفرق ما بين الكرم والسفه او الكرم والاسراف. في ناس يعني بتحط على ترابيزه الفطار بتاعتها كل الاصناف اللي حضراتكم ممكن تتخيلوها. بطبيعه الحال بنخلص فطار وبنقوم وبيبقى في على الاقل نص الترابيزه دي ما تاكلش. طب ما كنا وفرناها من الاول، او يروح لصاحب نصيبه بدل ما بيترمي. يعني هي فكره الاسراف فعلا من الامور اللي كلنا لازم نعيد ترتيب اوراقنا فيها ونعيد حساباتنا فيما يتعلق بهذه النقطه. انا بتفق معاك جدا على فكره، برضو دي من العادات اللي احنا ممكن ناخد شهر رمضان يكون بدايه لان احنا نغيرها او نستغنى عنها. يعني فكره هنا التبذير اهدار الطعام، دي سيناريوهات كتيره جدا بتكون مقرره معانا في رمضان، وبالذات بقى خلال شهر رمضان. لو حضراتكم منكم اللي نزل امبارح هتلاقوا الشوارع كانت يعني مزدحمه بشكل كبير، ما فيش سوبر ماركت، ما فيش حتى عطاره فاضيه، يعني في هجوم بشكل كبير جدا. وده مش غلط، يعني كويس ان الواحد ينزل ويشتري مستلزمات، بس تشتري مستلزماتك حتى ولو اسبوع باسبوع، ما تجيبش مثلا لمده 3 شهور قدام، وده ممكن يؤدي لعجز لشخص تاني او مواطن تاني. فيعني حاجات فعلا ما لهاش لازمه. وعجز في ميزانيتك انت شخصيا، وعجز في ميزانيتك انت طبعا. تلاقي الرجاله والابهات والازواج اليوم ده. انا قد ما احكيلكيش على دخله رمضان. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، يعني ايام جميله جدا وايام مباركه. هي الفكره بس ان احنا عايزين نفكر نفسنا ونفكر حضراتكم بان في امور معينه تعتبر هي الامور الاهم فيما يتعلق بحسن استغلال هذا الشهر الكريم. بالمناسبة برضو دايما من الحاجات اللي بتميز شهر رمضان المعظم موضوع اليميش والفوانيس، فوانيس رمضان اللي بيكون فيها طبعا يعني أشكال كتيرة جدا وألوان كتيرة جدا. من الأمور كمان اللطيفة جدا فكرة التمور، في شوادر بتبقى دايما متخصصة في بيع التمور والفوانيس وزينة رمضان والكثير من هذه النوعية من الأمور.